العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحوا بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، ودرسنا اليوم بعنوان أنواع الفاعل. تعالوا أولا نتعرف ما معنى الفاعل. ما الفاعل؟ الفاعل هو ما دل على من قام بالفعل أو اتصف به. الفاعل هو ما دل على من قام بالفعل أو اتصف به. مثلا شرح المعلم الدرس، شرح المعلم الدرس، فشرح فعل والمعلم هو الفاعل. فمن قام بعمل بفعل الشرح أو من شرح هو المعلم، لذلك نحن نطلق على كلمة المعلم هو الفاعل. أي الجمل الآتية فعلية؟ قطر تهتم بالتعليم، الطالبات فهمن الدرس، يقرأ الناس لتزيد معرفة. الجملة الفعلية هي يقرأ الناس لتزيد معارفهم. أما جملة قطر تهتم بالتعليم والطلبات فهما جملتان اسميتان لأنهما بدأتا باسم. يبقى يقرأ الناس لتزيد معرفهم هي الجملة الفعلية. الجملة الفعلية مكونة من يقرأ الفعل والناس هو الفعل، فمن قام بالقراءة هم الناس. لذلك نطلق على كلمة الناس هي الفعل. ما الجملة التي بدأت بفعل ماضي في هذه الجملة؟ يفوز كل مؤمن، انتصرت القيم القطرية، اهتم بكلام الله وسنة رسوله. الجملة التي بدأت بفعل ماضي هي انتصرت القيم القطرية، لأن انتصر وفعل ماضي. طب من التي انتصرت؟ التي انتصرت هي القيم، القيم هي التي انتصرت، يبقى نطلق على القيم هي فعل. نلخص من ذلك أن الجملة الفعلية لها ركنان هما الفعل والفاعل. الفعل والفاعل. سمعت القرآن في المسجد. أي الكلمات الجملة؟ أي كلمات الجملة السابقة تعد فاعلا؟ سمعت هي الفعل، والتاء هي الضمير المتصل بالفعل يعتبر هو الفاعل. التاء في كلمة سمعت هي تاء الفاعل. اجتهدت الطالبات اجتهادا. ما إعراب كلمة الطالبات؟ هل هي فاعل أم مفعول به أم مضاف إليه؟ نذكر مرة أخرى أن الفاعل هو ما دل على من قام بالفعل أو اتصف به. فمن الذي اجتهد؟ اللاتي اجتهدن هن الطالبات. فالطالبات هن من قمنا بالاجتهاد، لذلك نطلق على كلمة الطالبات الفعل. تعالوا معنا نقرأ الأمثلة الآتية المحدد فاعل كل فعل. قرأ الطلاب الدرس. سمعت كلام أمي ونفذت ما طلبت. المسلمون أبدعوا في مجالات كثيرة. جاء إلى المدرسة الطالب وفهم الدرس. في الجملة الأولى الطلاب هو الفاعل. سمعت التاء هي الفاعل. أبدعوا وهو الجماعة هي الفاعل. الطالب في الجملة الرابعة الفاعل. لكن تعالوا معا، كلمة الطالب هي اسم ظاهر، اسم ظاهر. أما التاء المضمومة المتصلة بالفعل سمع هي ضمير متصل، وهو الجماعة في كلمة أبدعوا أيضا ضمير متصل. كلمة الطالب اسم ظاهر. نلخص من ذلك أن أنواع الفاعل، إما أن يكون الفاعل اسم ظاهر مثل كلمة الطلاب، أو ضمير متصل بالفعل مثل تاء الفاعل وواو الجماعة، وقد يكون ضميرا مستترا مثل أنصت إلى أنصت القرآن الكريم. يتضح لنا الآن أن الفاعل له أنواع: الاسم الظاهر سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع،
وهو مرفوع في كل حال وتختلف علامة رفعه. جاء الحق اسم ظاهر، فهمت الطالبتان، الطالبتان اسم ظاهر، صلى المؤمنون، حضرت المؤمنات، صام أخوك. أو يكون ضمير متصل مثل تاء الفاعل أو واو الجماعة أو نون النسوة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو ناء الفاعلين مثل حضرت، حضروا، حضرنا، فهم، فهمت، أخذنا. فكلها ضمائر متصلة بالفعل في محل رفع فاعل. الضمير المستتر مثل خذ كتابك، خذ أنت كتابك. فكلمة أنت لا توجد في الجملة، أقدرها من عندي. فكلمة أنت هي الضمير المستتر، تقديره أنت يعود عليه. أفهم الحديث، فالفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره أنا، يعود علي أنا، أنا أفهم أنا الحديث. إذن نلخص من ذلك كله أن أنواع الفاعل اسم ظاهر وضمير متصل وضمير متصل مستتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.